وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج
الشياطين، أو يقال له في السماء، فتنحى له الشياطين ويقول شيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ورقي. إذن الغرض من ذكر الله أيها الأخوة في كل شيء بما يتعلق في حياتنا إنما هو أن يتحرر الإنسان من كيد الشيطان، أو لا يملك الشيطان مجالا للتأثير فيه أو الوسوسة عليه، فلا يزال الإنسان في الصرع تحت الصرع حتى يذكر الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإنسان بذكر الله وفي كثرة ذكر الله مثلما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يغذي قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كلما أكثر المسلم من ذكر الله سبحانه وتعالى اطمأن قلبه، والقلب لا يطمئن إلا إذا غذي بذلك، إذا غذي بما شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا ما غذينا قلبنا بذكر الله فلا بد هذا القلب أن يطلب شيئا يتغذى به، فإما أن يغذيه بذكر الله أو بشيء حلال أو بالحرام مثلما يفعله الفساق والعاصون وغير ذلك. فهذه الجملة من الأحاديث الصحيحة ذكر المصنف عبادة الله فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت والخروج منه. الواجب من المسلم يحفظ هذه الأوقات، خاصة لما يدخل في بيته ولما يخرج من بيته، لأن ليس أحد من المسلمين يحب أن يكون بيته مأوى للشياطين، وليس أحد من المسلمين يريد أن يشاركه الشياطين في طعامه وفي شرابه. إذا حتى لا يكون بيتنا مأوى للشياطين لابد أن نذكر الله عز وجل فإذا نسينا أثناء الطعام والشراب